يقول السائل: نحن من أهل أبها وأتممنا العمرة ونريد الذهاب إلى جدة على أن نرجع في نفس اليوم إلى مكة، فهل يلزمنا طواف الوداع قبل الذهاب إلى جدة أم نؤخره حتى نرجع، على القول بأن طواف الوداع واجب في الحج والعمرة؟ إذا أخذتم بالقول بوجوب الطواف على المعتمر فإنكم تطوفون قبل تذهبون إلى جدة. إذا أردتم تذهبون بعد العمرة إلى جدة تطوفون طواف الوداع، إذا كنتم ترون القول بوجوبه على المعتمر. نعم، ما تخرجون من مكة بعد العمرة إلا إذا طفتم للوداع. نعم.